إذا للوقوف عند التعاون العسكري لحكومة الإطار مع واشنطن وأيضا التحركات الأمريكية الدبلوماسية والعسكرية المصاحبة لذلك، ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني. أستاذ كامل حياكم الله. يعني كما استمعت إلى التقرير، هناك حركة دبلوماسية واسعة تقوم بها السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي. بداية، كيف تقرأ هذه التحركات طبعا تزامنا مع عودة الوافد العسكري لحكومة السودان من العاصمة السياسية واشنطن؟ والله أنا أقرأ هذه التحركات أنه طبيعية وتقليدية، خاصة وأن المشتغلين مع الجانب الأمريكي يعرفون أنه دائما البرامج الأمنية والدعم الإنساني أو المدني اللي تقوم به الوكالات الأمريكية للعراق والدول الأخرى تبدأ مع شهر سبتمبر، وهذا الاستبدال والتغيير طبيعي جدا معروف بتقاليد العمل الأمريكي، حتى في الحكومة الأمريكية إعداد الميزانيات وتنفيذ بداية الميزانيات يتم بداية سبتمبر. ولا أرى في هذا التصعيد الإعلامي يعني أي واقعية بالنسبة للجهد الأمريكي أو للأجندة الأمريكية في العراق. ولكن يعني هذا التحرك الدبلوماسي، أيضا هناك أستاذ كامل تحركات عسكرية للقوات الأمريكية حتى في بغداد نفسها، هل هناك رسالة تريد واشنطن إرسالها من خلال هذه التحركات؟ لا، مثل ما بينت هذه التحركات تأتي ضمن سياق الاستبدال وتغيير الطواقم الدبلوماسية والأمنية الذي تجريه الإدارة الأمريكية في العراق وفي سوريا. هذا موضوع طبيعي، ولا أظن أنه سيغير من الواقع أو المهمة الأمريكية داخل العراق المحددة بدعم القوات الأمنية بالمعلومات المعلومات الأمنية والاستخبارية للجهود لدعم الحكومة الأمريكية العراقية في مكافحة الإرهاب. نعم، وفي هذه الحدود ولا نتوقع أكثر من هذا. ولكن أستاذ كامل، في تصريح لنائب في تحالف الفتح ربط بين الوجود الأمريكي والتحركات في المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن، هل ستقطع الولايات المتحدة الطريق على الميليشيات التي اتخذت هذا المثلث من أجل تهريب السلاح والمخدرات برأيكم؟ لا أبدا، يعني هذه الحكومة الأمريكية أو الجهد الأمني والقوات الأمريكية لا تعمل باعتبارها قوات جمركية لمنع التهريب سواء الأسلحة أو المخدرات وغيرها. كل جهدها ينصب على تقديم الدعم المعلوماتي للعراق ولدعم القوات السورية جانب السوري فيما يتعلق بتجهيزهم بالأسلحة والمعلومات. أكثر من هذا لا يوجد في المهمة الأمريكية أي موضوع يتدخل في منع التهريب الجاري بالعراق. بالعكس، هنالك هدنة حسب ما نتابع هنا في واشنطن بين الميليشيات والقوات الأمريكية فيما يتعلق بالوضع العراقي والاستقرار، ومسرورين لهذا الاستقرار. ولكن أستاذ كامل، ما يثير الريبة وربما الشك هو لقاء السفيرة الأمريكية بالسوداني وبالحلبوسي والأعرجي، حدث ذلك كله في أقل من 24 ساعة. ما العاجل الذي دفعها لهذه الزيارات المكوكية؟ العاجل الذي دفع السفيرة هو لقائهم وتطمين الرئاسات بأنه لا يوجد أي تغيير في السياسة الأمريكية تجاه العراق، وإنما يثار بالإعلام حول تحركات بأنها ضمن السياقات التقليدية. الأمر الآخر أنه أبلغت الرئاسات بأنه أي عمل استفزازي من قبل الميليشيات للتحرك الأمريكي المتعلق بالاستبدال والتغيير سيواجه بقوة من القوات الأمريكية، وهذا عمل تقليدي تقوم به السفيرة وكل السفراء اللي مروا بالعراق
كانوا يقومون بهذا الدور ويوصلون رسالة شديدة إلى الرئاسات حتى يوصلوها للميليشيات بأنه أي تحرك ضد القوات والمصالح الأمريكية سيواجه بقوة من القوات الأمريكية والجهد الدبلوماسي الأمريكي. أستاذ كامل، يعني ما هو موقف إيران والميليشيات من هذه التحركات الأمريكية؟ هل ستتخذ إيران والميليشيات خطوات استباقية لهذه التحركات التي أجرتها السفيرة الأمريكية في بغداد؟ لا، الميليشيات مسترخية والآن تعيش استقرار مع الهدنة الجارية تقريبا بين أمريكا وإيران، وبالعكس يعني الوضع التناغمي بين الجهد الأمريكي والإيراني بأحسن حالاته. وأعتقد يعني التصريح الأمريكي والإذن للكوريين بدفع 6 مليار دولار لإيران، أعتقد هذا في التنفيس للاحتقان الذي كان جاري بين إيران وأمريكا. ونتوقع أنه كثير من التناغم والتنسيق في المستقبل، خاصة مع أننا مقبلين على سنة انتخابية ولا يريدون أن تعكر هذه الحملة الانتخابية أي تحركات عسكرية قد دراماتيكية قد تغير من المعادلة وتدفع الأمريكان إلى التورط بعمل حربي يؤدي إلى مشاكل حتى للإدارة الأمريكية الحالية. من واشنطن، رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كامل الحساني، شكرا جزيلا لكم.